الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأما بعد إخوتي في الله جزيل الشكر والاحترام والتقدير لفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الحميد مدير عام إدارة أوقاف بلبيس وأشكر الابن العزيز فضيلة الشيخ هاني الإمام الجليل لهذا المسجد المبارك وشكراً لإخوتي وزملائي العلماء والسادة الحضور وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أن تحيا له السقاء. سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في الأنام مذيعة. الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعة. الله أكبر الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديل. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ مدير الإدارة بارك الله فيه تحدث عن حق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حق المحبة الصادقة الخالصة، المحبة العملية التطبيقية، وليست محبة الشعارات، وليست محبة الكلام فحسب. تحدث عن هذا الحق
العظيم لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. ومن حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على حضرته صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على النبي هي رحمة مقرونة بالتعظيم والتكريم اللائقين بحضرته عليه الصلاة والسلام. وصلاة الملائكة على سيدنا النبي دعاء وثناء وذكر جميل حسن. وصلاة المؤمنين على حضرة النبي هدية ومكافأة من أهل الإيمان لسيدنا المصطفى العدنان عليه الصلاة والسلام، كما قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، قال رحمه الله: ليست صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة منا له، لأن مثلنا لا يشفع لمثله، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمكافأة من أنعم علينا وأحسن إلينا، فإن كنا عاجزين عن مكافأته دعونا الله أن يكافئه عنا، ولما كنا عاجزين عن مكافأة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم أمرنا رب العالمين أن نصلي عليه لتكون صلاتنا على حضرته هدية منا له، وذلك لإحسانه إلينا وإفضاله علينا. ولا إحسان أفضل من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إحسانه عليه الصلاة والسلام من إحسان الله رب العالمين. وللمصلين على حضرته عليه الصلاة والسلام كرامات ومكافآت من لدن رب الأرض والسماوات. للمكثرين من الصلاة على حضرته صلى الله عليه وسلم هدايا وعطايا من لدن رب البرايا، منها الصلاة والسلام من الملك الغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ومن هذه العطايا والهدايا شفاعة النبي المختار، الاقتداء بالملائكة الأبرار، مخالفة المنافقين والكفار. يقول عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. ومنها من هذه المكافآت والعطايا والهدايا لأهل الصلاة على خير البرايا صلى الله عليه وسلم محو الخطايا والأوزار، قضاء الحوائج والأوتار، تنوير الظواهر والأسرار، دخول الجنة دار القرار، النجاة من النار دار البوار. فإن من نسي الصلاة على الحبيب نسي الطريق إلى الجنة. نعم، إذا صليت على حضرته كفاك الله همك
وغفر لك ذنبك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة. يا عبد الله، إذا كنت في هم وضقت بحمله وأصبحت محزونا وصدرك في حرج، فصل على المختار من آل هاشم فإن الله يأتيك بالفرج، صلى الله عليه وسلم. سل البلد الحرام متى أينعت الزهور وغربت البلابل، سل الشهب النيرات لماذا هي بين الجن والسماء حوائل، سل آمنة الشريفة حين وضعته من كن له قوابل، سل حليمة التي أرضعته كيف سارت ناقتها بين الرواحل، سل صويحباتها، سل صويحباتها من المراضع لماذا عضضن عليها من الغيظ الأنامل، سل خديجة عن حملانه الكلة ومن ناءت بحمله الكواهل، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض والكوثر والشفاعة العظمى يوم المحشر. سيدي يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أنت أحييت أجيالا من العدم. سل رمال مكة، سل رمال مكة عن عفافه، وسل منها العوالي والأسافل، سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه، سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه، ومن كان للأمور الجلائل. سل الأعداء عن أخلاقه، واسأل عن حلمه الأراذل. سل الهلاك من آل هاشم كيف كانوا عنده في رحمة وتواصل، سل اليتامى من كفلهم، واسأل عن حنانه الأرامل، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سل الحكماء إذا تكلم هو هل هناك مقالة لقائل، سل الأصحاب عن دفاعه عن الحق، سل الأصحاب عن دفاعه عن الحق وكيف كان يناضل، سل راية التوحيد من رفعها، وحد الله لا إله إلا الله، سل راية التوحيد من رفعها فهدمت للشرك المعاقل، سل العدل كيف تحقق فسارت بأمانه الضعائن والقوافل، سل الدنيا كلها هل كان قبله أو بعده مماثل، لولاه لن عدم الهدى وما كان في الناس عالم أو فاضل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وقِنا بحبِّه شرَّ النوازِل
وارزقنا شفاعته عند الخطوب وفي كل المنازل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام أعواماً مديدة باليمن والخير والنصر والبركات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا واحشرنا في زمرة شفيعنا وارزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه أن يرزق مصر وأهلها الأمن والأمان والسخاء والرخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يفتح عليكم ربنا يبارك فيكم يا رب. يا مصطفى من قبل نشأة آدم. الله يبارك فيكم يا رب.